بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا زكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ
قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط فإما ترين من البشر أحدا فإما ترين من البشر أحدا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا
فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا قال
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا. والسلام عليّ يوم ولدت والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم. قول الحق الذي فيه يمترون. قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم.